شو اسمك؟ وائل. وقدي عمرك؟ 18 سنة. وشو عندك انت؟ عندي عندي مرض بالراس. كنت اتعالج بسوريا. خلصت علاج بسوريا، صرت صور اخر مرة ما طلع في شيء. اضطرينا وطلعنا على لبنان. طلعنا على لبنان كان في صورة عندي، صورت رجع كان في انتكاس بسيط. وقتها حكوا معنا جمعية كرمة، طلعنا على بيروت وبلش وقت العلاج. من وقت صار لنا سنتين وشوي عم يعالجونا. هلا موقفين انه بسبب ما بعرف ليش انه موقفين، مو عارفين شو بدنا نعمل. الجمعية دقوا لك؟ مزبوط، الجمعية دقوا انه ما عاد في رصيد بالصندوق تبعي. بس انت بعد في لازم تعالج، ما هيك؟ اكيد. انه بيرجع كل شيء مثل ما كان اذا ما تعالجت، هيك قال الدكتور. بيتر صلي شهر مش اخذ علاج. طيب طلعوا بطني وترى ما هل طلعوا، رجعت على جد عملت خزعه لإلها. طلعت الخزعه بعد النتيجه وهيك حللوها طلع فيها مرض سرطان. صار لي هلا تقريبا 3 اشهر عم اتعالج بالكيماوي. بس قبل ما اتعالج كان معي مشكله بالدم، فرط دمي والبلاكات نزلت ورجعت غيرت، عملت تحاليل وهيك. في دكتور اللي عم تعالج عنده غير لي الدم مرتين الا لحتى ماشي الحال، وبلاكات اعطوني بلاكات غسلوا لي مرتين الدم. وبعد الغسيل رديت رجعت عملت خزعه ثانيه للكتل، أما رد أكد إنه في مرض سرطان بقلبه. وضليت هلا صار لي 3 أشهر تقريبا عم بتعالج يعني بالكيمو. عملت صورة أول شيء اسمها باسكال عشان الجسم يبين إنه شو في مرض شو كذا، طلع في أكثر من منطقة يعني. في كان يعني تحسنت إنه رديت بعد عملت أول شيء هني لازم يكونوا 12 جرعة، عملت 6 جرعات وضل 6. عملت قبل الستة هلا هدول اللي بلشت فيهم جداد، عملت صورة كمان في شوية تحسن. هلا هو الحكيم قال لي إنه ما لازم، ما بقدر أوقفهم لأنه إذا بدي أوقف يمكن الوضع يسوء لورا أكثر، يصير يمكن المرض ينتشر بالجسم. قال لي أنا أعطاني هلا صرت ماخذ جرعتين، يعني له حق جرعتين عندي هو. قال لي ما راح أحسن أوقفهم، تحاول إنك تدبر يعني. معك حق الأربعة اللي جايين؟ ولا ليرة. والله كان في جماعة يساعدوني بس هلا ما عاد في حد يعني في أكثر من شخص يعني ما خلينا حدا مثل ما بيقولوا ما توسلنا.